للحديث أكثر تنضم إلينا محللة أسواق مالية في إكويتي جروب لينا قنوع للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا بك لينا. لينا، الدولار يسجل مكاسب متتالية على الرغم من أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة انخفضت لأدنى مستوى في عقد، وخصوصا بعد بيانات ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا. مع كل هذه المعطيات، لماذا لا يزال الدولار الأمريكي يرتفع؟ نعم، أهلا بك. بداية، بالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي، هناك ارتفاعات وصوله إلى مستويات 95 نقطة. هذه الارتفاعات المشاهدة على مؤشر الدولار الأمريكي، كما ذكرت، ارتفاعات مستويات التضخم التي وصلت إلى 6.2% إلى منذ عام 1990، فبالتالي ارتفاعات كانت إيجابية جدا فوق توقعات المحللين. هذا دعم مؤشر الدولار الأمريكي نحو الارتفاع، والسبب في ذلك هو توقعات بأن يقوم الفدرالي الأمريكي بتجديد السياسة النقدية أو بالذات برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر، يعني قبل منتصف عام 2022. كل معطيات تقول بأن يكون رفع أسعار الفائدة، والتوقعات تشير إلى انتهاء تقليص برنامج شراء السندات الذي سوف يبدأ في منتصف عام 2022. هلأ تتوقع الأسواق أنه يبدأ هذا الرفع قبل منتصف عام 2022. وأيضا ما يسبب ارتفاع الدولار الأمريكي هو ربما تجديد بالنسبة لولاية جيروم باول الذي سوف تنتهي في مارس عام 2022، والتوقعات بأن يكون هناك رئيس احتياطي فدرالي أمريكي آخر، مع رفع أسعار الفائدة بشكل مبكر. فهذا ما تسعره الأسواق، ولهذا السبب نشاهد ارتفاع لمؤشرات الدولار الأمريكي. وأتوقع ما زالت الاتجاهات صاعدة لمؤشر الدولار. نعم، إذا الدولار الأمريكي لا يزال في المنطقة الإيجابية، ماذا عن اليورو الذي سجل انخفاضا ملحوظا في ختام تداولات الأسبوع الفائت، في ظل اعتبار أن البنك المركزي الأوروبي يتلكأ في تشديد السياسة؟ بالنسبة لليورو، منخفض دون مستويات 1.15. هذه تراجعات، أولا سببها الأول هو قوة الدولار الأمريكي، والأسباب الأخرى التي تجعل من اليورو ضعيفا أمام الدولار الأمريكي، وهو السبب في ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، وخصوصا في ألمانيا بحسب معهد روبرت كوخ الذي هناك في آخر قراءة سجلت لعدد الإصابات في فيروس كورونا في آخر 7 أيام، تم الارتفاع ب 277,000 إصابة من كل 100,000 شخص. فهذا الارتفاع هذا يعتبر تعتبره يعني السياسة أو ألمانيا تعتبره بشكل عام مؤشر خطير، ونتيجة هذه الارتفاعات ربما يسبب الضغط على اليورو. بالتالي يعني هناك متوقع أن يكون هناك، كما ذكرت، بعدم تجديد السياسة النقدية، وستستمر سياسة التحفيز، وهذا يثير القلق بالنسبة لأوروبا بشكل عموم نتيجة ارتفاع هذه الإصابات التي لم نشهدها من قبل في ألمانيا. فانتشار الفيروس في أوروبا هذا يضغط على اليورو بعدم استمرار مع استمرار السياسة التحفيزية من قبل البنك المركزي الأوروبي، وأيضا بسبب عدم يعني هناك يعني من يقول بأنه يشكك في أن يقوم البنك المركزي الأوروبي في إيقاف برنامج شراء السندات المتوقع أن يبدأ في آذار من عام 2022. وكيف سيؤثر ذلك على علاقة اليورو بالدولار؟ هذه المعطيات كيف ستؤثر على علاقتهم؟ طبعا نحن نعلم انه يعني الدولار مرتبط بسله من العملات الرئيسيه بالنسبه لليورو، فاي نتيجه يعني هذا سوف يعني يدعم قوه الدولار الامريكي، لان الدولار الامريكي بالاصل فيه قوه ودفع من البيانات ايجابي، وهذا عم يخلي ايضا ضغط على اليورو نتيجه قوه الدولار ونتيجه الاسباب التي ذكرناها.
نعم، طيب لينا دعينا ننتقل الى نعم يعني واليورو يشكل نسبه في نسبه كبيره باكثر من 50% بالنسبه للدولار الامريكي. نعم بالنسبه لمؤشر الدولار الامريكي لينا لننتقل الى السوق الاسيوي وتحديدا الين الياباني، تصدر أسوأ عملات مجموعه العشر اداء منذ بدايه العام حتى الان بحسب طبعا ما افاد تقرير لوكاله بلومبرج، ما السبب وراء ذلك؟ بالنسبة طبعا الين الياباني ما زال يتداول بنطاقات، نحن نتحدث عن 112 و104. نعم، لربما هناك خلل فني. إذا شكرا لك محللة أسواق مالية في إكويتي جروب لينا قنوع، كنت معنا من دبي.